السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أرسم ستارة، فعشان أرسم ستارة محتاج إن أنا أعمل ريفرنس بلين، ومحتاج إن أنا أضبط الفيو رينج، أقول له خلي ده بالزيرو وخلي دوت قط بلين مثلا، خليها أوكي. طيب هاجي دلوقتي هنا بقول له أنا عايز ريفرنس بلين عشان أساعد نفسي في الشغل. ريفرنس بلين أهوت، ده هديله رقم واحد، وبعد كده هاخده كوبي بيست، كوبي وده هديله رقم اتنين، وده هديله رقم تلاتة. دلوقتي هاجي هنا وهقول له انا عايز ارسم مس امبليس مس. طيب الحاجة اللي انا هرسمها ايه؟ هرسمها موديل، انا عايز ارسم موديل وعايز ارسمه على ريفرنس بلان 1، وهبدأ اختار الشكل بالاشكال ديت اللي يسهل عليا ان انا ارسم الحاجة. واقول له هنا انا عايز 7 نقط فيها انحناء، طيب 8 9. طيب هاجي هنا برضو وارسم 5 6 7 8 9. طيب كده انا رسمت بالشكل دوت. اقدر اجي بعد كده اقول له انا عايز ارسم موديل اخر، بس انا عايزه على ريفرنس بلان 2. طيب اجي هنا موديل واقول له ريفرنس بلان 2، وبعد كده هاجي اقول له هنا عايز ارسم نفس الاشكال 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وبعد كده هاجي هنا اقول له نفس الارقام. طيب بعد كده هاجي هنا برضو موديل واختار ريفرنس بلان 3، واقول له انا عايز ارسم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ورسمة أخرى. طيب دلوقتي احنا لو جينا بصينا كده في الثري دي هنلاقيهم بالشكل دوت، فأقدر أعمل سيلكت على الحاجات اللي هي فوق بعض وأقول له كريت فورم، فيبدأ يعمل لي ستور بالشكل دوت. تمام، واقدر اعمل انا سيلكت على الثلاث دول واقول له كرييت فور، اتعملت. اقدر اعمل سيلكت لدوت وسيلكت لدوت، الحواف نفسها ممكن تمسكها او الشكل كله اهو، وتبدأ تدخل على الماتيريال تدي له ماتيريال بقى اللي انت عايزها. وليكن مثلا حاجة زي كده، تمام، هتظهر معاك لما تعمل حاجة رياليستيك كده أو تعمل ريندر. احنا كده شوفنا ازاي تعمل ستارة. عشان تظهر الماس هقول له في واقول له ماس اوكي، هيبدأ يظهر الماس معاك. تقدر تتحكم في الشغل بتاعه، تقدر تيجي هنا تقول له اوفررايت باي اليمنت، تقدر تديله نوع من انواع الشفافية، تغير اللون بتاعه وتغير الحواف بتاعته زي ما انت عايز.